نبدأ حديثنا عن الحديث الأهم، حديث الساعة في الشارع الرياضي المصري والمحبي كرة القدم، مباراتي الصعود، مباراتي الحلم، مباراتي السنغال المؤهلين إن شاء الله وبإذن الله إلى بطولة كأس العالم في نسختها القادمة. عندنا مباراتين ضرب نار أمام السنغال، المباراة الأولى إن شاء الله ذهابا في القاهرة، المباراة الثانية في دكار، وبالتالي في حالة من يعني العمل الجاد والعمل الدؤوب داخل منتخبنا الوطني المصري. كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني المصري كان خد أجازة، وبعد الأجازة رجع بدأ مرحلة الجد، فبالتالي كان عنده مجموعة من الاجتماعات، ولكن كان في اجتماع هام جدا مع الجهاز المعاون عقب وصوله للقاهرة من أجل ترتيب معسكر مباراتي منتخب مصر والسنغال. المعسكر طبعا حضراتكم عارفين هيبدأ يوم 20 مارس بإذن الله، المحترفين هينضموا يوم 21 مارس، فبالتالي المدير الفني لمنتخبنا الوطني المصري اللي كلنا عندنا أمال وثقة كبيرة فيه إن شاء الله أنه يحقق حلمنا بالوصول للمرة الثانية لبطولة كأس العالم بعد وصولنا في النسخة الماضية على أيدي هيكتور كوبر المدير الفني وقتها في هذا التوقيت في عام 2018. أهم هذه الأدوار بالتأكيد هو يعني الأدوار المحددة على كل عضو بالجهاز إن هم يتابعوا مجموعة من الأندية والمباريات واللاعبين المرشحين للانضمام، بيطلب تقرير طبعا من كل عضو عن بعض اللاعبين اللي لفتوا انتباهه في الفترة الماضية عشان يكون في بعض من الأرقام والتحليلات الفنية ومين هيكون موجود في القائمة الخاصة بمباراتي مصر والسنغال. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني المصري نحو حلم الوصول لبطولة كأس العالم 2022.